حلوى الكرنبو او راس العبد لمريض السكر والكيتو دايت. اكتبوا لي شو اسمها بلد. لوز محمص 200 جرام وزبده درجه حراره الغرفه 100 جرام. بديل السكر ستيفي او اي نوع او اختياري وقليل من الفانيلا. الكميه والنوع اختياري هو بديل السكر. مثل هيك لازم تكون. نوضع ورق الزبده نعملها بشكل دوائر وندخلها الفريزر لمدة ساعة. الكريمة 1 كوب من الكريمة نخفق. نوضع بديل السكر النوع والكمية اختياري قليل من الفانيلا بنوضعه بالقمع وهيك بنطلعهم من الفريزر. بنوضع الكريمة وندخلهم الفريزر أقل شيء 4 ساعات. الشوكولاتة زبدة بحرارة الغرفة وبديل السكر ستيفيا نوع كمية اختياري وملعقة كبيرة كاكاو خام قليل من الفانيلا وقليل من قهوة سريعة الذوبان. نخلطهم جيد وهيك بنسكبهم تخزين بالفريزر. الأمر كتير بسيط. عند أكثر من 600 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.